يقول: هل تصح صلاة من صلى وليس على عاتقه شيء أو غطى فقط أحد العاتقين؟ عند الإمام أحمد يجب أن يكون على عاتقه شيء، ولكن لا تبطل صلاته عند أحمد، إنما يأثم إذا صلى وليس على عاتقه منه شيء. وإذا كان أحد العاتقين يكفي، أو لازم يستر العاتقين جميعا، يكفي أحد العاتقين. نعم.